طيب دكتور، إن كان أصحاب الجيوب الأنفية أو حتى الحساسية، حساسية الصدر، في البعض منهم بيستسهل وبيستخدم كتير البخاخات اللي ممكن تكون بتساعده أكتر على التنفس بشكل أفضل أو أحسن، هل بالفعل استخدام الأنواع دي من البخاخات وما شابه ده صحي وسليم ولا لأ؟ حضرتك أولا لازم ما حدش يستعمل أدوية من نفسه، لازم باستشارة الطبيب والطبيب المتخصص، يعني في الجهاز التنفسي العلوي الأنف والأذن والحنجرة، يبقى دكتور الأنف والأذن والحنجرة هو اللي بيقول أستخدم البخاخة دي واستخدمها مدة قد إيه. أحيانا بالفعل الدكتور كاتب عليها يا دكتور أو وصفها بالفعل، بس بيبقى فكرة الإفراط في استخدامها. هو الدكتور لازم أسأله استخدمها على طول ولا استخدمها وقت الانسداد الانفي او في فصول معينه. بالنسبه لنا احنا كاستشاريين اطباء صدر، البخاخات بننصح باستخدامها بصفه مستمره. والبخاخات على فكره بالنسبه لنا احنا بالذات الصدر امنه جدا، هي عباره عن طريقه حديثه وفعاله وسريعه لتوسع الشعب، لتوسيع الشعب الهوائي ولتناول العلاج. ما هو العلاج ليه طرق كتير، باخده بالحقن او واخده شراب او واخده اقراص. البخاخه بتعمل ايه؟ البخاخه بتنزل على الجهاز التنفسي من فوق مباشره، ما بتروحش اجهزه تانية. اي شراب او اقراص بتروح المعده، ممكن اللي عنده تعب في المعده يتعب، يمتصها الامعاء والمعده وتنشرها باقي الجسم، الكبد، حد عنده مشكله ممكن تنتشر. لكن البخاخات امتصاصها عن طريق جهاز تنفسي اقل ما يمكن لاجزاء الجسم، وسريعه زي ما حضرتك بتقول، يعني مباشره بتحل المشكله. وفي بعض الاطفال وفي بعض الناس بتشفي من الحساسيه اللي احنا بنقول عليها انها حساسيه. بس يقال يا دكتور، يعني من الاقوال الشائعه عن البخاخات او حتى القطرات، الاقوال الشائعه اللي تعباني انا بصراحه اقول لحضرتك في بالنسبه مثلا الناس اللي بتستخدم قطرات الانف، في يقال ان استخدامها الكثير بيسبب شيء يشبه الادمان، انه مش هتبقى كويس من غير ما تستخدم قطرات الانف. مش بس ادمان، هي بتؤدي لانقباض الاوعيه الدمويه، وممكن تؤدي لانقباض الاوعيه الدمويه في الانف، وده مش كويس، بيعمل الاغشيه الانفيه يعمل لها مشكله. يعني ده غلط. نقط الانف يعني طبعا انا مش متخصص الانف او اذن، لكن طبعا النقط بصفه مستمره خطا. غير بقى بجانب نقط الانف حتى البخاخات ايضا، البخاخات في بعضها برضو يقال ان هي ما تستخدمش بصفه مستمرة. بتؤثر على اللي بيقال انها بتؤثر على الاحبال الصوتيه، او انها ليها سايد افكتس او ليها اثار جانبيه. طبعا وبخاخات الصدر ما كناش نستعملها صح، ولازم نعمل حاجه اسمها بعد استخدامها غرغره الحلق، مش مضمضه. غرغره يعني الميه، والميه عاديه جدا، غرغره بعد استخدام البخاخه. ولازم نرجع الميه في الحوض، ما نشربهاش، لان احنا لو شربناها يبقى بناخد البقايا بتاعت البخاخة وبننزلها في المعدة، وده غير مطلوب، احنا مش عايزين ناكله في المعدة. فأي حاجة لازم البخاخة الصدر بالذات لازم، عشان ما تعملش برضو اللي بتقولي عليه حضرتك البحة اللي في الصوت اللي بتحصل عند البعض، والتهاب الحلق أو التهابات الفطرية. ساعات بيبقى فيه التهابات فطرية نتيجة إن البخاخات فيها كورتيزون، ودي حاجة ما تخوفش، حاجة ممتازة وعظيمة. كورتيزون بيعالج الحساسيه بانه ده التهاب وده مضاد للالتهاب، بس استخدمها الطريقه الصح وفي الوقت الصح.